السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دحين حنعطيكم نصائح عن فيروس كورونا، ربي يرفع عنا هذا الوباء. المهم، أولا لبس الكمامات قبل الخروج، ترى الكمامات تلبسها بس 6 ساعات، هذه نصيحة. المهم، ثم نضع من المعقم، أي نوع معقم؟ طبعا هذا المعقم وزعه في مستشفى. وإذا خلص تروح تكون وزارة الصحة. وغسل اليدين جيدا بالموية والصابون. سترون بعد قليل ماذا فعلنا أنا وغنى. نحبكم. هنا تعالى عزمي، كيف تغسل يدك بالموية والصابون؟ كم ثانية؟ 40 ثانية. أولا نضع الموية على يدنا هكذا، ثم نغسل الماء عشان لا نشرب الماء، ثم نضع نقطة من الصابون، ثم نفعل هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم نغسل أيدينا بالماء والصابون. غنى أنا مرة طفشانة. خلينا نروح نلعب. لا أبا أخرج. لا زيد، إنه في برا شرطة. أوه صح. طيب إيش رأيك نلعب أو نلون؟ أحسن نلون. نلون. يلا. أنا جيعانة. غسلت يدي بالماء والصابون عشان تاكلي؟ أكيد. وإنتوا كمان يا متابعيننا لازم تغسلوا يدكم بالماء والصابون. كانت معكم الممثلة ميار الخشين والممثلة خيل الخشين، مع تحيات.